معانا دلوقتي على الهاتف المهندس حسين منصور، عضو الهيئة العليا للوفد. أهلا بحضرتك يا فندم وصباح الخير. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. يعني في البداية عايزين نعرف من حضرتك إيه اللي بيحصل في الوفد مبدئيا؟ لا، هو في الوفد يعني في أزمة اشتعلت من جراء المفاوضات التي أدارها رئيس الوفد في اشتراكه في القائمة الوطنية من أجل مصر، ونصيب حزب الوفد في المشاركة في هذه القائمة. الحقيقة ان افتقاد المعايير المناسبة للتفاوض بين الأحزاب المشاركة هو الذي أدى إلى الوصول إلى النتائج السيئة جدا التي أحرزها رئيس الحزب، ولم يعرض ما وصل إليه هذا التفاوض على الهيئة العليا، والهيئة العليا هي صاحبة الاختصاص والقرار في حزب الوفد، وهي التي تحدد قراراته السياسية والمشاركة في الانتخابات والمرشحين وأسمائهم طبقا للائحة الحزب. ولكن رئيس الحزب أغفل عرض مفاوضاته ولم يصل إلى نتائج تليق بالوفد وتعبر عنه في هذه المفاوضات. أغفل بمعنى يعني بشكل متعمد يعني؟ أيوة يا فندم، لم يخبر الهيئة العليا المنتخبة ما وصل إليه، ولم يعرف أحد في الوفد أسماء المشاركين في القائمة، حتى أصبحنا نتتبع الأخبار من خارج الحزب، وبالطبع فوجئنا بأسماء من خارج الوفد تابعة لمستقبل وطن بيتم وضعها على اسم حزب الوفد، وهذا في كل هذا الأمر تقزيم وتزويب للوفد، وهذا أمر لا يليق بأقدم حزب في الشرق، حزب الوفد صاحب ثورة 19 وصاحب التاريخ الوطني الطويل وصاحب المساهمات في الدفاع عن صالح الشعب وصالح الوطن، وصولا إلى ثورة يناير 2011 وثورة 30 يونيو ودور الوفد الحاسم في كل هذه الأشياء. فكان غير مفهوم وغير مقبول أن يتم تقزيم الوفد وتزويبه وعدم الاعتداد به في التمثيل في القائمة تحالف الأحزاب، والذي أدار هذا رئيس الوفد. فكان رد الوفد الطبيعي الدفاع عن كيانه ووجوده، وكان قرار الانسحاب من القائمة الوطنية من أجل مصر، وهذا الكلام تأكد في جلسة 17 سبتمبر الماضية، وأعيد التأكيد على نفس القرارات في 19 سبتمبر. وقدمت الهيئة العليا ممثلة في رئيس جلسة 19 سبتمبر الدكتور محمد عبده، وأنا المهندس حسين منصور، قدمنا قرار الانسحاب للسيد رئيس الهيئة الوطنية المستشار لاشين، مدعما بمحضر الجلسة وتوقيعات الحضور وخطابنا الموجه للهيئة بالانسحاب من قائمة القائمة الوطنية من أجل مصر. هل هيكون في اجتماع للهيئة العليا النهاردة، وإيه اللي هيتم مناقشته فيها إذا في اجتماع؟ النهاردة في اجتماع للهيئة العليا طبقا لطلب موقع من 37 عضو، وحدد فيه جدول الأعمال، وهو مناقشة القرارات السابقة ومتابعتها، بمعنى أنه عند نشر القوائم المقدمة رسميا فإننا سوف نقوم بالطعن على قائمة القائمة الوطنية إذا تبين وجود أسماء يعني معلقة بحزب الوفد، سوف يتم الطعن على القائمة مباشرة. الأمر الثاني مناقشة الأحداث الجارية. الأمر الثالث مناقشة تحديد مواعيد انتخاب رئيس الوفد طبقا لما للدعوة التي قدمها السيد رئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة فيما مضى، بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 4 ديسمبر، وهذا كان قد أطلقه الأسبوع الماضي هذا القرار، وقد وافقت الهيئة العليا في اجتماعها في 19 سبتمبر على دعوة رئيس الحزب لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 4 ديسمبر، وافقت على هذا الإجراء،
طبقا للائحة الداخلية للوفد، وعليه تجتمع اليوم الهيئة العليا لمتابعة قراراتها بخصوص الانتخابات وبخصوص تنظيم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. نعم. على مقعد رئاسة الحزب. نعم، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا المهندس حسين منصور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.